نشرة المنتصف من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم. إليكم العناوين. نظام المخزن يقتني طائرات مسيرة من الكيان الصهيوني وسط رفض شعبي مغربي كبير للتطبيع. التيار الصدري يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وتساؤلات بخصوص معالم الحكومة المقبلة. اجتماع مرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وجميع الاحتمالات على الطاولة. وفي الثقافة، وقفة مع الفنان الجزائري محمد السياخم أو مروض الريشة في ذكرى وفاته 36. أهلا بكم إلى تفاصيل. بداية، حصلت الصناعات الجوية الصهيونية 22 مليون دولار من نظام المخزن، وذلك مقابل بيعها طائرات مسيرة لاستخدامها ضد الصحراويين في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتأتي الصفقة بعد أيام من زيارة وزير الحرب الصهيوني للمغرب التي أثارت غضبا شعبيا لدى المغاربة. في الوقت الذي تتعالى فيه صرخات الشعب المغربي تنديدا بالأوضاع الاقتصادية الهشة إلى جانب الفقر والتهميش، ضخ نظام المخزن 22 مليون دولار مقابل شرائه طائرات هاروب الانتحارية بحسب الإعلام الصهيوني لاستخدامها في قصف الصحراويين بالأراضي المحتلة من جهة وتهديد دول الجوار من جهة أخرى. صفقة هاروب الانتحارية التي أبرمها النظام المغربي مع نظيره الصهيوني تأتي بعد أيام قليلة فقط من زيارة غير مسبوقة أجرها وزير الحرب بيني غانز، وهي الزيارة التي قوبلت بمظاهرات شعبية عارمة عمت معظم المدن المغربية رفضا للتطبيع مع الكيان ونصرة للقضية الفلسطينية، مظاهرات كان مصيرها القمع من شرطة المخزن. هذا ويعتزم نظام المخزن إنشاء وحدتين لإنتاج الطائرات المسيرة في الأراضي المغربية بتقنيات صهيونية بعد التوقيع على مذكرة خلال زيارة غانز للمغرب تمهيدا للتنسيق العسكري بين الكيان والنظام المغربي. في الملف الصحراوي، صوتت السويد ضد قرار لمجلس الاتحاد الأوروبي بتقديم استئناف ضد قرار صدر بتاريخ 29 سبتمبر المنصرم عن محكمة الاتحاد الأوروبي يلغي الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي واتفاق الصيد البحري بما أنهما يشملان الأراضي الصحراوية المحتلة. انطلقت اليوم قافلة تضامنية من تنظيم الهلال الأحمر الجزائري ومساعدة مجمع لوجي ترانس للنقل، تضم 733 طنا من المواد الغذائية مواجهة للشعب الصحراوي كمساهمة من الهلال الأحمر الجزائري تعبيرا عن مساندة الشعب الجزائري للصحراويين في محنتهم. هذه هبة تضامنية من الشعب الجزائري إلى الشعب الصحراوي. في طائرتين عسكريتين، كالعادة الجيش الوطني الشعبي يساهم في كل العمليات التضامنية. المجموع 733 طن من المواد الغذائية. الآن راهم بحاجة ملحة، رانا في فصل الشتاء والمخزون متاعهم الاحتياطي فارغ. لذا من المفروضة ومن واجبنا من ناحية الإنسانية أن نستجيب لنداهم. يعني الهلال الأحمر الصحراوي عبر، هو اللي اعطانا قائمة الاحتياجات. حذر حزب العمال التونسي من التداعيات الخطيرة للاتفاقيات الأمنية التي وقعها المغرب مع الكيان الصهيوني على المنطقة المغاربية والشمال إفريقية والعربية، وأكد الحزب أن نظام المخزن مستعد مقابل مساندة احتلاله للصحراء الغربية أن يقوم بأقدر المهمات والأدوار بما فيها تحويل المغرب إلى منصة مراقبة وتدخل وقصف.
في تونس دائما اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا أمس الثلاثاء جهات لم يذكرها بالسعي لضرب مؤسسات الدولة والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية. وقال خلال إشرافه على الاجتماع المجلس الأعلى للجيوش إنهم لن ينجحوا في مآربهم، مشيرا إلى أن تونس بحاجة إلى الكفاءات، لكننا في حاجة قبل الكفاءات إلى الصادقين المخلصين للوطن. وجدد قيس سعيد خلال الاجتماع نفيه والمساس بالحريات في بلاده، مؤكدا أن معارضيه يتمتعون بالحرية. من على طاولة اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش، خرج الرئيس التونسي قيس سعيد ليفسر أبعاد إجراءاته الاستثنائية المعلنة قبل أشهر، محذرا من الفوضى ومتعهدا بحماية المسار الديمقراطي والحقوق والحريات وتطبيق القانون. لم يقع المساس بالحريات إطلاقا وبالحقوق إطلاقا، وتم التعامل مع كل هذه التجاوزات و بكل مرونة، ومع ذلك يقولون أن الإجراءات التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية هي إجراءات تمس بالحقوق والحريات. الرئيس التونسي خصص جانبا مهما من كلمته للرد على منتقدي قراراته الاستثنائية، مشددا في رسائل للداخل والخارج على أن بلاده ليست لقمة سائغة لأحد. إذا تم الاتفاق على الحفاظ على الدولة التونسية، أما من يعمل لضرب الدولة ولضرب مؤسساتها ومحاولة التسلل إلى القوات الأمنية والعسكرية فواهم كانوا يريدونه في البداية، وقد تعاملت معهم بما أتعامل مع الجميع بالاحترام والتقدير، ولكن كانوا يريدونه أن يجرونني إلى مستنقعاتهم. لكن معارضي سعيد لا ينفكون ينتقدون قراراته منذ أن أعلن عنها الصيف الماضي وسط مطالب بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة يكون بها حسن الخروج من الأزمة السياسية الراهنة. أعلنت لجنة الطعون بمحكمة الزاوية الابتدائية في ليبيا قبولها الطعن المقدمة ضد المترشح خليفة حفتر، وقضت المحكمة باستبعاده من القائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري. وقالت المحكمة إن قبول الطعن يترتب عنه إلغاء قرار مفوضية الانتخابات بقبول مترشح حفتر. بعد قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من الرئاسيات لمخالفته أحد بنود القانون الانتخابي، جاء الدور على قائد الجيش خليفة حفتر الذي قضت محكمة الزاوية الابتدائية باستبعاده من قائمة المترشحين للانتخابات المقبلة. قبول المحكمة الطعن يقطع الطريق أمام اللواء المتقاعد خوض السباق الرئاسي. وتفجر الجدل قبل أيام بشأن عدم أهلية حفتر للترشح عندما أصدرت محكمة عسكرية في مصراتة حكما بالإعدام بحقه لقصفه مقر كلية الدفاع الجوي وارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية على غرار المقابر الجماعية في مدينة طرهونة. وبانتهاء مهلة تقديم الطعون في الانتخابات الليبية الثلاثاء، تتواصل الأزمة في محكمة سبها الابتدائية التي أجلت الفصل في استئناف المترشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي لعدم اكتمال الهيئة القضائية في المحكمة على خلفية عرقلة مهامها من جماعات مسلحة موالية لحفتر. في الجهة المقابلة يواجه رئيس حكومة تصريف الأعمال في ليبيا عبد الحميد دبيبة طعنا قدم ضد ترشحه للرئاسيات بمحكمة طرابلس في خطوة قد تقلل بحسب متابعين حظوظ نجاحه في السباق إلى الرئاسة. القضاء الليبي أمام اختبار ثقيل بالنظر إلى مهمته الصعبة، وهي الفصل في طعون تخص مترشحين وازنين في الانتخابات على شاكلة الدبيبة وسيف الإسلام القذافي. لا تبقى الأنظار متوجهة إلى مقر المفوضية العليا للانتخابات وما ستكشف عنه من أسماء في القائمة النهائية لمترشحي الاستحقاق الانتخابي نهاية السنة. حول الموضوع ينضم إلينا من ليبيا عبر سكايب الدكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم وبإذاعتكم الموقرة بالجزائر الشقيقة. شكرا جزيلا. إذن كيف تلقى الشارع السياسي الليبي قرار محكمة الزاوية القاضي باستبعاد حفتر من السباق الرئاسي؟ أعتقد جازما بأنه هذا أمر لابد من أجل الصيرورة إلى عملية سياسية ناجحة وناجح. يجب أن يتم إبعاد القتلة والمجرمين وعلى رأسهم حفتر. لا يمكن لأن يتولى ليبيا أمريكي كحفتر مجرم بطبعه ودموي فيما يتعلق بتوجهه، فجرائمه في وادي الدوم وفي تخوم طرابلس والمقابر الجماعية وفي تهجير بنغازي وفي قصف درنة وفي قصف الكلية في مصراتة، فقد حكم الليبيون عليه بالإعدام لأكثر من 3 مرات في سنة 1987 في أيام القذافي، وفي 2002 وفي 2021 في محكمة مصراتة، والآن حكم سياسي فيما يتعلق بإزالته من هذه القائمة لأنه حقيقة لا تنطبق عليه الشروط. وواقع عملي أن محكمة مصراتة قد أعدمته جنائيا ومحكمة الزاوية قد أعدمته سياسيا، ولا مكان له إما أن يكون طيب خلف القضبان أو تحت التراب. طيب دكتور، إذن كيف تتوقعون رد محكمة السبها بخصوص التعنسي كريستام القذافي؟ سيكون جدل آخر بعدم قبولي. نعم دكتور، كيف تتوقعون رد محكمة السبها بخصوص التعنسي في الإسلام القذافي؟ إلى الآن محكمة سبها مغلقة بسبب حفتر، ولذلك هذا هو الإجرام الذي يمارس. ومن هذه الزاوية ربما يتم العمل على استبدال العناصر أو الأعضاء القضاة الموجودون هناك أو نقلها من مكان إلى آخر. ولكن أيضا من المهم بمكان الإشارة إلى أن للليبيين شرطين رئيسيين كوطنيين: أن يتم إرجاع الماضي أي القذافي وأسرته، وأن لا يمكن صناعة ما يتعلق بحاضر عسكري أو مستقبل عسكري كحفتر. كل تلك ممنوعات، ولذلك لزاما القول بدا أريد للعملية السياسية أن تنجح ويجب أن تنجح. ربما يتم التلكع حاليا لأن وزير الداخلية قد خرج علينا ويقول بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات لعدم وجود طيب سؤالي الموالي دكتور محمود، ماذا عن تداعيات إبعاد خليفة حفتر من الاستحقاق الرئاسي على الانتخابات ذاتها يا دكتور؟ سؤالي هو ماذا عن تداعيات إبعاد خليفة حفتر من الاستحقاق الرئاسي على الانتخابات؟ سيحاول قدر الإمكان خليفة حفتر كعادته إفساد أي عملية سياسية، ولذلك لزاما مساعدة ليبيا في العمل على التخلص منه. لا مجال لإمكانية أن تنجح عملية سياسية في ظل وجود حفتر، ومن هنا يجب أن يمتثل للقضاء ويجب أن يصغي للقضاء. وعلى الدول التي حقيقة طالما تكلمت على أنها تدعم ليبيا سياسيا وتدعمها في جميع المحافل، إذن فلتدعمها في إزاحة حفتر احتراما لأحكام القضاء، وليحترم القضاء وليحاول قدر الإمكان إبعاده عن المشهد السياسي، فقد أكل الزمان عليه وشرب. الباحث المختص في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور محمود إسماعيل الرملي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من ليبيا، شكرا جزيلا. في موضوع آخر، أكد رئيس الأركان الجزائري فريق سعيد شنقريحة تميز العلاقات العريقة التي تربط الجزائر ومصر، والتي تعود جذورها على وجه التحديد إلى ثورة نوفمبر 1954. وخلال لقائه بوزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد أحمد زكي محمد في القاهرة، شدد الفريق شنقريحة على حرص الجزائر على العمل سويا من أجل إرساء السلم والأمن على مستوى القارة الإفريقية عموما وشمال إفريقيا على وجه الخصوص. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها إن الفريق شنقريحة سلم لمضيفه المصري وثيقة عسكرية مهمة تتعلق بمشاركة الجيش الجزائري في حرب أكتوبر 1973 ضد الاحتلال الإسرائيلي ممثلة باللواء 8 المدرع. وأضافت أن الفريق شنقريحة توجه والوفد المرافق له لمواصلة زيارة إيداكس بمختلف أجنحة معرض الدفاع إيداكس 2021، حيث زار الجناح الروسي وطلع عن كثب على العديد من منظومات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الحديثة المعروضة. أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية صباح اليوم الأربعاء أنه دمر زورقا مفخخا لجماعة أنصار الله قبل تنفيذ هجوم وشيك جنوب البحر الأحمر. وقال التحالف في بيان إن إطلاق الحوثيين الزورق المفخخ كان من محافظة الحديدة، لافتا إلى أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
أكد تحالف من كتل سياسية فيما يسمى بقوى الإطار التنسيقي رفضه نتائج الانتخابات النهائية التي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات في العراق أمس الثلاثاء التي تصدرها التكتل الصدري مشيرة إلى وجود ما وصفته بتلاعب كبير في النتائج. يبدو أن المشهد السياسي في العراق يسوده عدم رضا الكتل السياسية، فتصدر الكتلة الصدرية للانتخابات ب 73 مقعدا في البرلمان حسب ما أعلنت عنه المفوضية العليا للانتخابات، وتشابه النتائج أثار سخط قوى الإطار التنسيقي ما دفعها إلى إصدار بيان تضمن رفضها للنتائج المعلنة، بل وصل بها الأمر حد اتهام المفوضية بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة العراقيين. أما بخصوص التعامل مع الطعون فتراه القوى التنسيقية بعيدا عن الجدية ولا يحترم السياقات القانونية المعمول بها. القوى شككت أيضا في ملفات عديدة كالأصوات الباطلة وإلغاء البصمات المتطابقة فضلا عن ملاحظات المراقبين المحليين والدوليين. أنصار القوى المعارضة اعتصموا خارج المنطقة الخضراء في بغداد حيث تتواجد وقرات الحكومة ومجلس النواب والعديد من السفارات الأجنبية. في المقابل أكدت المفوضية أن هذه الطعون أدت إلى تغيير نتائج 5 مقاعد مقارنة بما تم إعلانه في النتائج الأولية، كما أعلنت أن عدد الأصوات الملغاة بلغ أكثر من 721,000 صوت، أي ما يعادل 8% بعد إعادة فرز يدوية مطولة لمئات من صناديق الاقتراع. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب المحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي. أهلا بك سيدي. حياكم الله وحيا قناتكم الموقرة وحيا السادة المشاهدين. إذن بعد شهر ونصف من الانتخابات البرلمانية، كيف تلقى الشارع في العراق النتائج النهائية المعلنة؟ سيد العزيز، إن نتحدث عن الشارع العراقي فهذا تحصيل حاصل بأن هذه النتائج لكون الشارع العراقي هو رفض الكثير من القوى السياسية أو الوجوه الكالحة التي استمرت على مدى 17 سنة بإدارة الحكم ولكنها فشلت بإدارة الحكم. فالشارع العراقي وإن تكون النسبة ليس بالمستوى المطلوب الذي ذهبه إلى صناديق الانتخابات، لكن قد لقن درسا هذه القوى السياسية، واليوم النتائج التي ظهرت هي نوعا ما نستبشر خيرا بأن سوف يكون هنالك تنحي بعض الأطراف السياسية أو بعض الوجوه الكالحة التي استمرت على مدى سنوات طويلة. فاليوم الشارع العراقي ليس لديه أي اعتراض حول هذه النتائج، لكن من يعترض على هذه النتائج هي القوى السياسية الخاصة، القوى السياسية التي فشلت بإدارة الحكم، القوى السياسية التي طيب تحمل فصائل مسلحة. دكتور باسل، هل توضحت طريقة تشكيل الحكومة القادمة في ظل رفض النتائج من قبل تحالفات سياسية كما تحدثت الآن؟ لحد هذه اللحظة لم تتضح تشكيل الحكومة، لكون بأنه لا يوجد اتفاقات بين بعض الأطراف وهنالك مجرد مباحثات تجرى بين هذا الطرف وذلك الطرف وبين بعض الأطراف السياسية. لكن هل وصلوا إلى نتائج متقدمة؟ أنا أستبعد بهذه المسألة، ولحد هذه اللحظة لا يوجد. هذا جانب. جانب آخر، وفي اعتقادك دكتور، من في نظركم من سيتنازل لمن على سبيل التعجيل بتشكيل هذه الحكومة؟ المشكلة اليوم هنالك فرض إرادة وكسر إرادة. اليوم نتحدث عن التيار الصدري، فسماحة السيد مقتدى الصدر قالها حتى بالتصريحات الأخيرة بأن أما تكون حكومة أغلبية أما نذهب إلى المعارضة، فبمعنى بأن التيار الصدري لا يمكن أن يتنازل بأن تكون حكومة أغلبية. أما الإطار التنسيقي هو يسعى وبشتى الوسائل بكل وسائل بأن تكون حكومة توافقية. إن حدثت حكومة توافقية فهذا ليس بإرضاء الشارع العراقي والمواطن العراقي، هو يرفض التوافقية، يرفض المحاصصة، يرفض التحزبية، يرفض كل هذه المسائل. إذا كانت حكومة توافقية فلماذا أجريت هنالك انتخابات مبكرة ولماذا خرجت مظاهرات بعشرة محافظات عراقية؟ فسيد العزيز، المسألة التنازلات لا يوجد لك أي تنازلات، وقالها السيد مقتدى الصدر. إذن كيف هو الوضع الأمني في البلاد الآن؟ أن نتحدث عن الوضع الأمني المتمثلة بوزارة الداخلية، القوى الأمن الداخلي، فالسيد وزير الداخلية عثمان الغانمي هو شخصية مهنية ووطنية وشخصية يمتلك الحرص والحرقة على العراق،
فعندما نأتي بأمثال عثمان الغانمي نحقق إنجازات وتترجم على أرض الواقع. فبالجانب الأمني هو مسيطر عليه ما دام هناك قيادات أمنية مهنية، هذا جانب. جانب آخر، لو كان وزير الداخلية الذي هو على عاتقه القوى الأمن الداخلي من التحزبية والمحاصصة لرأينا نوعا ما نشكك بالوضع الأمني، أما وزير الداخلية هو مستقل ولم يخرج من رحم الأحزاب وهو ذو رتبة عالية ورفيعة المستوى، والجميع يعرف بأن عثمان الغانمي عندما كان رئيس أركان الجيش أنذاك سطر أروع البطولات في جبهات القتال. فاليوم كذلك عثمان الغانمي بالحفظ الأمن، ومسألة اليوم نحن مقبلين على تشكيل حكومة جديدة وهذه المسميات، هو يسعى هو والفريق الذي يعمل معه بأن تكون الأمن مسيطر عليه، هذا جانب. جانب آخر وأساسي سيد العزيز، لماذا بأن بالسنوات السابقة الأطراف السياسية لم تأتي بشخصيات مهنية بوزارة الداخلية أو بالمؤسسة الأمنية، لكونها تريد أن تأتي بشخصية صاع إلى مطالبهم وما يطمحون به، أما اليوم بوجود أمثال عثمان الغانمي هو لا ينصاع إليهم بكل الوسائل. نعم الدكتور باسل الكاظمي المحلل السياسي العراقي، كنت معنا عبر خدمة سكايب من العراق، شكرا جزيلا لك سيدي. شكرا لكم. في فرنسا يفتتح اليوم حزب الجمهوريين اليميني المحافظ مؤتمره العام الذي يهدف لاختيار مرشحه في أو من أجل خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويجرى الاقتراع الإلكتروني على جولتين، الأولى تبدأ اليوم وتنتهي غدا الخميس، أما الثانية فتقام من يوم الجمعة حتى السبت، وسيتعين على الناخبين الاختيار بين 5 متنافسين، الوزير السابق ومفاوض البريكسيت ميشيل بارنيي ورئيس البرلمان أو النائب البرلماني عن منطقة ألب ماريتيم إريك سيوتي، والطبيب فيليب شوفان وعمدة بلدية غارين كولومب بضاحية باريس، ورئيسة منطقة باريس الكبرى فاليري بيكريس، ورئيس منطقة أو دو فرانس غزافي بيرترا. لقي 3 تلاميذ حتفهم وأصيب 8 أشخاص من بينهم مدرس مساء الثلاثاء عندما أطلق الشاب في 15 النار في مدرسة بثانوية بريف أوكسفورد ولاية ميشيغان بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية. وقال المسؤول في شرطة منطقة أوكلاند إن الشخص الذي اشتبه به تم توقيفه وهو تلميذ في مدرسة أوكسفورد الثانوية في ولاية ميشيغان، وأن الدافع وراء الجريمة غير معروف. وفي الاقتصاد، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، إذ يستعد كبار المنتجين لمناقشة كيفية التفاعل مع التهديد الذي يواجهه الطلب على الوقود بسبب المتحور أوميكرون. وارتفعت العقود الآجلة لخام برانت بنسبة 2.7% إلى 71.13 دولارا للبرميل بعد هبوط ب 3.9% أمس الثلاثاء، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.7% إلى 67.89 دولارا للبرميل بعد هبوطها 5.4% أمس، وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم قبل اجتماعه الخميس لمجموعة أوبك بلس التي تجمع أعضاء أوبك مع حلفائها أو حلفاء آخرين من بينهم روسيا. وفي الشأن الثقافي الآن، حيث تحل اليوم الذكرى 36 لوفاة محمد السياخم مروض الريشة وساحره، الفنان التشكيلي الذي حقق طفرة في الخارطة الفنية العالمية. المزيد في هذا البورتري. لا يعني له الرسم شيئا، فهل فاقد الشيء يعطيه؟ هو صاحب الحقد المقدس، يكسر القاعدة ويخوض غمار فن الرسم ليتوج رائدا من رواد الحركة التجريدية المعاصرة.
ذات 17 جوان من العام 1928 ولد محمد إسياخم بتيزي وزو، لينتقل في صغره رفقة عائلته إلى مدينة غليزان، حيث أمسك الريشة إثر حادث مأساوي حرمه يده اليسرى لتبدع يمناه لوحات فريدة مجبولة بالألم والمعاناة، عبرت عن خيباته وشعوره بالاغتراب والتهميش إبان الاستعمار الفرنسي، حيث عاصر التقلبات السياسية والثقافية. تتلمذ إسياخم على يد الفنان محمد راسم، لكنه تأثر بفن شقيقه عمر راسم. بعد الاستقلال شغل منصب مدير تربوي بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بوهران سنة 1964، ليصبح سنة 1968 أستاذاً بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. عرضت لوحاته أول مرة العام 1951 في باريس، لينتقل بعدها سنة 1963 إلى فرنسا للدراسة هناك. ألف إسياخم كتاباً بعنوان 35 سنة في جهنم رسام، الذي عرض فيه بعض ملامح تجربته التشكيلية. الذاكرة التراثية هي جوهر أعمال إسياخم، ليتمكن الفنان من تجسيد طموح الجزائر المقهورة والطامحة للانعتاق من نير الاستعمار، ليتولد عن هذا المخاض العسير مسيح الأحذية والأرملة وغيرها الكثير من اللوحات التي بقيت عالقة في ذاكرة عشاق الفن في العالم. جوائز عالمية كللت مأساته الفنية، فحاز جائزة الأسد الذهبي في روما، وجائزة المارشال بيتان في فرنسا، وجائزة المعرض الدولي في الجزائر. لم يكتفي إسياخم بالفن التشكيلي، بل ولج عالم ديكورات الأفلام، وصمم نماذج للعملة الجزائرية والطوابع البريدية، وأبدع في فن الكاريكاتشور. توفي إسياخم في الفاتح ديسمبر عام 1985 بعد مرض عضال، ليبقى حالة فنية لا مثيل لها. ختام نشرة المنتصف، شكرا بالمتابعة، السلام عليكم.